اكتشفوا روائع مدينه الدار البيضاء في جوله سياحيه استثنائيه. ايوا انا اليوم غادي نساريكم في وسط واحد من اقدم الاحياء ديال المدينه، فين تجمعت الاجواء الثقافيه والسياحيه في كلمه واحده، الحبوس. ايوا اجي ونتوغل بكم في وسط الاصاله ديال هذا الحي. وباش وصلوا لمدينة الدار البيضاء، الكيلومتراج والمركوب كيختلف على حسب المدينة منين جايين، ما يكونوا هانيين حيت المركوب ليها ديما موجود، سواء في الطخان، الكار، الطيارة، تي جي في وفي الطاكسيات كبار. ملي توصلوا للحبوس، ستاسيونمون موجود وحتى الطاكسيات صغار كيدخلوا بكم حتى لداخل. والحبوس حيت أسس من 1917 في عهد الحماية وتحت إشراف مهندسين فرنسيين اللي بنوا على قواعد تخطيط المدن الحديثة وعلى الطراز المغربي الإسلامي، كله أقواس ضروب ضيقة. واللي زوين فيه أنكم غادي تكتشفوا باللي الحي بقى محافظ على مجموعة من المرافق القديمة، من حمامات وفرارم تقليدية وسقايات كتميز بهندسة مغربية أندلسية. المعالم اللي بارزه وجودها في وسط الحبوس عندكم المسجد المحمدي بصومعته العاليه، اللي ما بعيدش عليه غتلقاو حتى المسجد اليوسفي على ساحه مولاي يوسف. وما يمكنش لكم تجيو للحبوس وما تزوروش محكمه الباشا القديمه اللي استغرقت فتره انشائها من 1930 حتى 1952، وكاع تفاصيلها المعماريه من نقش وزخرفه وفسيفساء ملونه غتفكركم في تفاصيل الرياضات القديمه ديال المدن العتيقه. النشاط الرئيسي اللي تقدروا ديروا في وسط الحبوس هو التساراو والتقداو في وسط القيصريات ومحلات الصناعه التقليديه. واهم المنتوجات اللي غتلقاوها معروضه هنا عندكم الزرابي، عندكم النحاس، بعض الملابس التقليديه والبلاغي. وإلا كانت كتعجبكم المطالعه وكتقلبوا على بعض الكتب والمؤلفات النادره، الحبوس هي بلاصتها. عندكم اكبر المكتبات تابعه لاشهر دور النشر المغربيه والعربيه في كاع التخصصات. وحتى تساليو من اكتشاف المكتبات كنصحكم دوزو لدار الآلة، اللي هو متحف كيعرف بالتراث الأندلسي وغتكتشفوا فيه مجموعة من الآلات الموسيقية القديمة. زيادة على هذا الشيء كتنظموا فيه حتى ندوات وبعض الأنشطة الثقافية. وخلاص ما يمكنش تجيو الحبوس وما تدوزوش القاعة ديال الزيتون بكاع النكهات والأشكال. ما تنساوش تديو معاكم الحلوى التقليدية، عند واحد لاباتيسخي مفتوحة هنا من 1938، كيقدو كاع بغزال بريوات وأشكال منوعة من اللوز، والكيلو الأثمنة فراه كتقام من 170 درهم. فوقيت الغدا في الحبوس غتلقاو مقاهي، مطاعم، سناكات، كيقدو كسكروطات، كيقدو الشوا. إلا مشيتو لساحة البلدية تماك معروفين باللحم ديال الجمل، والأثمنة كتختلف على حسب الطبق وكتبدا من 20 درهم. بالنسبة للإقامة، الدار البيضاء مخطوها أوتيلات في أغلبية الأحياء الكبيرة خصوصا في السونتروفيل، والأثمنة فراه كتبدا من 250 درهم الواحد وكتختلف على حسب لو ستاندينغ وعلى حسب لا سيزون. صراحة حي الحبوس عنده طابع خاص كيخليكم تكتشفوا مدينة الدار البيضاء بواحد الجانب مختلف وأصيل. إوا هذه هي الدار البيضاء، ميومية هوية سياحية، وحيت باقي فيها ما يتكتشف فأجدهر لكم نزيدوا نتلاقاو فيها غدا. إوا من هنا لغدا تهلاو ليا فراسكم. سافروا نكتشفوا ونتلاقوا في بلادنا مع المكتب الوطني المغربي للسياحة.